بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله ان قصرت في وصف، فان جمالكم لم يوصف. جاء قديما ذره من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى. والله لو جد العباقر كلهم في وصف افضال له لن تعرفا. والله لو قدر النبي تفجرت انواره للبدر ولى واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضره الرب الجليل تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، وتنا إخوة الإيمان والإسلام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم في أيام دهركم لنفحات، ألا أتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها نحن إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش نفحات ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعاء، اكتب لنا زيارة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. واكتب لنا يا رب العالمين صلاة ركعتين في روضته الشريفة. واكتب لنا يا رب العالمين حج بيت الله الحرام. واكتب لنا يا رب العالمين الطواف حول الكعبة قائلين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار، أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، باسم الأسرة الكريمة عائلة المرحوم الحاج منصور أحمد منصور المدير العام لجامعة الزقازيق، باسم نجده المستشار أحمد منصور، يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل. وأخص بالذكر السيدة النائبة فايجة فهيمة عضو مجلس النواب، وإلى المربي الفاضل وصاحب الخلق الرفيع وصاحب الوالد الأستاذ السيد نحلة
المدير العام ومديرية التربية والتعليم وإلى النائب سيادة النائب الأستاذ عاطف مغوري وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل شكر الله وسعه جميعا كما أشكر أيضا الأستاذ الدكتور محمد فريد وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء من أهالي منشية أبو نخضر أصحاب الواجب دائما الذين أتوا من منشية أبو الأخضر ليؤدوا واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل فشكر الله سعيهم وسعيكم جميعا. وتنا إخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الحديث وطيب الكلم القرآن الكريم دستور الأمة آيات الله البينات يتلوها علينا ذلك العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رزنة مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية يتفضل فضيلته مشكورا لينفعنا بمعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Oh.
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
أصواتكم فوق صوت النبي لا تصبحوا على ما فعلتم
واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم Oh!
أشرف أبو عامر